السلام عليكم، كدير انا ولاد بلادي؟ كلشي بخير، كدير الامور صحيحه؟ ومالين الدار؟ كديرين مع هذا الوقت هذه ومع هذا الزمان؟ ونتمنى كاع تكونوا بخير، وكنسلم على صحابي كاملين من هنايا والدراري كاع عشراني اللي صيفطوا لي تعاليق زوينه وفرحتوني والله ما نكذب عليكم. والصراحه تقال ولا كيزيد عجبني نهار على نهار هادشي هذايا، وانا نكمل معكم القصه ديالي ان شاء الله غيكون غير الخير. ورا غادي نحاول نختصر عليكم حتى انا ما بغيتش نطول عليكم هاد القصه هادي، فهمتوا؟ ويتحاول الدراري بزاف صحابي كيقول لي حاول تهضر ليهم على الانجليز وعلى الاوضاع ديال الانجليز، والدراري راه باغا تسمع على الانجليز. قلت لهم انا الانجليز راه ما نقدرش نحكي لكم عليها، حيت اجي نحكي لكم على الانجليز وكيفاش وصلت للغربه راه نقدر نعاودها لكم في 10 دقائق ولا في 5 دقائق، ولكن يعني هذا الشيء راه هذا راه افاده الانسان. لما دابا نحكي انا القصه ديالي راه يقدر الانسان يستافد منها كاع كيما كاع الدراري اللي في اليوتيوب وكيديروا القصص ديال الغربه، تصنط لهنا تصنط لهنا، دي من عند هذا دي من عند هذا، باش الانسان اللي باغي يجي يشق على الطريق ولا اللي باغي يشد باغي يطلع للغربة ولا عنده شي هدف راه كتكون عنده معلومات كافية. يعني استافد من عند السيد هذا، استافد من عند السيد هذا، هذا كيحكي على البر، هذا كيحكي على البحر، هذا كيفسر له هنا، هذا كيفسر له في هاد البلاد، وراك كدي نقطة من هنا نقطة من هنا نقطة من هنا، انت كتلقى راسك واحد النهار عندك واحد الفكر، كيكون عندك واحد المعلومات كبيرة على هاد العالم تاع الحريق وكذا من هاد الطريق تاع اليونان وتركيا. يعني كخوتي هذا الشيء اللي كنقول لكم، الانسان يحاول اخوتي يبارطاجي معنا الفيديوهات باش الناس عاوتاني تستافد، واللي ما وصلاتوش القناه باش توصلوا زيدوا تابونوا معنا في القناه تاع اليوتيوب، راه الانسان ما غيخسر والو ما فيها عيب، فهمتي؟ حنا راه كما عاودت لكم راه ما باغين والو، وهذه راه اخر مره غنزيد نقولها لكم، ما باغين والو من اليوتيوب. راه الصراحه تقال والحمد لله، ورانا كنجيكم القصه تاعي في الانجليز وكيفاش الامور، راه غادي نحكي لكم كل شيء شنو كاين غير وحده وحده. انا ما بغيتش نبدا لكم بالانجليز وكذا، بغيت نقول لكم اشنو دوزت وشنو داز عليا باش انسان كما قلت لكم يستافد من التجربه باش يكمل الطريق ولا باغي يطلع على هذه البلاد هذه. يعني اخوتي خرجت من هذاك السونتر، قبل ما نخرج من داك السونتر في السيمانه هذيك في جوج سيمانات الاخرين عيط لي الدري صاحبي ايوب، وداك الدري الجزائري اللي سميتو مقران، حنا كنقولوا له مقران بالقبيليه، عيطوا لي من تركيا قال لي ودي راه غنخرجوا اليوم بالليل. قلت لهم الله يجعل ربي يوفقكم، انا كانت مازال لي جوج سيمانات ونخرج. صدق سبحان الله سيا، وداك الليله دخلوا همايا، دخلوا حطوهم في واحد السونتر اخر تاع الوراق، هذاك السونتر سبحان الله حيت كل انت وزهرك، زهرك زهرة كيما نقولوا، تقدر طيح في سونتر يخلوك فيه شهر، تقدر شهرين، تقدر 3 شهور، سا ديبو شكون اللي يشدوك وكيفاش يشدوك ومع من تلاقيت. هي هذيك اخوتي عيطوا لي الغد اللي قال لي ودي راه حنا دخلنا وراه عطاونا غير سيمانه، راه قالوا لنا سيمانه وغادي تخرجوا. قلت لهم مزيان الحمد لله على سلامتكم. كي دخلتوا بعدا وجاني جاتني واحد الفرحه، اللي كنت صحابي اللي جيت معاهم في الفلوكه ما بغيتهمش نتفرتكوا، الدراري ولاو عزاز عليا، وليت يعني كنشوفهم هما اللي كيفهموني في ديك الطريق، يعني ابار ولاد دربنا وليت كنشوفهم الدراري ولاو كيفهموني، يعني عاشرتهم بالقلب الصافي وبالنيه كما عاشر كاع الناس اللي كنعرف في حياتي، ومشيت معاهم بالنية. ودراري صحابي زوينين، واحد فيهم مسكين دابا راه هذاك ايوب الكازاوي رجعوه المغرب، انا يجيكم القصه ديالو حتى هو في القصه ديالي انا يجيكم. هذيك اخوتي صافي ضربت، انا كملت ديك ال 15 يوم، خرجنا دوك 10 الجزائريه، مشينا شدينا الدران، عطاونا ديك الورقه الخرطيه اللي فيها شهر باش ندور في البلاد كيما نحبوا كاع بكل حريه، وكيش اللي وقفنا واخا يوقفك الكونترول كتجبد لي ديك الورقه راه عندك فيها شهر ما يقدرش يهضر معاك، كيقلبها كيشوفها كيقول لك سير الله يعاونك. يا هذيك اخوتي وعندي واحد اللغه اخوتي لا اله الا الله محمد رسول الله، واحد اللغه صعيبه ومشبكه واعره واعره واعره، تقدرش تتعلم انا دوك تعلمها باش تريح في ديك البلاد بزاف. اليونان ماشي بحال اللغات الطليانيه ولا الفرنسي ولا الاسبانيونيه ولا الانجليزيه، اليونانيه صعيبه، تيكانيس تيكالا عندهم واحد
اللغات سبحان الله بحال الشباكيه، الكلمه مشبكه ما تقدرش تنطقها، يعني صعيبه صعيبه اليونانيه، وهي بلاد رخيصه في المعيشه وزوينه ديال الانسان اللي عنده واحد كيما نقولوا بغى يستثمر فيها ولا بغى يعيش فيها ولا بغى يشري شي دار. بالنسبه لليونان راه زوينه ورخيصه بالنسبه للناس اللي عندها الفلوس وتحب تانفيستي مزيان وتشري، راه احسن حاجه هي تشري في اليونان. الناس اللي عندها الفلوس وميسورين ومسهل عليهم الله، راه بلاد ساهل تشري فيها تماك دويره. ما علينا خوتي بلا ما نكمل لكم، هذه خليوها موضوع اخر، يعني ديال نديرو شي نهار نديرو شي ندير لكم شي فيديو نحكي لكم على اجمل بلاد شفتها في حياتي ولا احسن سيستم شفتو في حياتي. خليو ابار الانجليز، يعني كاين دول فايت الانجليز في شي حوايج وكاين الانجليز فايتهم في شي حوايج. خرجت عيطت ليهم اخوتي، شدينا الطريق حنا دوك الجزائريه، قطعنا الطريق التيكيات، مشينا لاتينا، دخلنا لاتينا مع ديك جوه 12 ديال الليل ولا 11 ديال الليل. عيطنا لدوك، لا يا اخوتي يا ربي سمح لي، صبرنا ليله بتناها، تسنينا الكار الطريق، جانا مع 6 الصباح ركبنا، وصلنا الغد لي ركبنا مع 6 الصباح، وصلنا مع ديك الخمسه العشيه 6 العشيه، يعني تقريبا واحد 12 ساعه وحنا غاديين في الطريق. يا هذيك وصلنا، تلقى لي مسكين داك الجزائري صاحبي وداك الدري ايوب، قال لي راه كاين حتى واحد الدري واد البرنوسي، مشينا لعندهم ريحنا معاهم ضحكنا فرحنا. ديك الليله دازت زوينه، جبدنا الحكايات كيفاش والعذاب اللي دوزنا كما عاودت لكم، دازت ديك الليله حلوه، وكان كما نقولوا بحال دينا بحال كيما نقولوا الراجا ولا الويلات، كاين نهار كدير البطوله كنا فرحانين، يعني درنا واحد الهدف في حياتنا زوين، درنا واحد الخطوه زوينه عجبتنا كي دخلنا لليونان ودخلنا سالمين، ورغم المغامرات اللي دوزنا وداكشي اللي شفنا فرحنا. صافي هذيك اخوتي مريح في ديك الدار مع واحد اليومين، وانا باغي نخوي، يعني ما باغيش نطول في اتينا، باغي نخوي. وديك اليومين انا كندور في اتينا، وديك اتينا خوتي واحد البلاد شنقول لكم، اخصية اتينا معامرة بالناس اللي كيديروا المخدرات واللي كيدقوا الهيروين، الناس اللي كتعرفني بهادشي، كاين الناس كتدق الهيروين كتلقاهم غادي في الطريق، كتلقاهم طايحين في الار، كتلقى الناس مليوحة، اللي جيت تماك ما عندوش حقه، البراني ما عندوش حقه، الكونترول ديال الوراء 100 في الساعة، يعني صعيبه باش الانسان يقدر يعيش برا اليوم برا العاصمه. اما في العاصمه صعيبه خوتي، ما تقدرش تماك تولد وليداتك وتكبرهم في هذاك المجتمع تاع اتينا، صعيب تماك الانسان اللي بغى يدير دارو وكذا. هي هذيك اخوتي بقينا اينا تماك اتينا، كندور هذيك 3 ايام الاولى كندور. واحد النهار اخوتي انا غادي كندور في واحد السوق سميتو سوق الحراميه، ورا الناس كيعرفوه، راه اللي مدوز اتينا واليونان راه كيعرفوا واحد السوق سميتو سوق الحراميه في ارمونيا، واحد المنطقه سميتها ارمونيا كاين تما سوق الحراميه. السوق الحراميه معلش سموه بالمصريه، موجودين فيه اي حاجه بغيتي مسروقه، يعني من الشامبان اي حاجه مشفوره، من الشامبان حتى اللابتوبات، ولا من الصابون حتى لابوبات. الناس تماك الله يحسن العوان الغربه صعيبه، والناس ديالنا كاين اللي ما عندوش فلوس، كاين اللي تقطع به الحبال، كاين اللي عايش تماك ولا واش كيدير كل واش كيخربق، وكاينين دراري مساكن انا عرفتهم اللي جاوا اليونان مشاو خدموا في الزيتون، كاينين جزر فيهم الزيتون، وكان ديك الساعه 2008 كانت مازال اليونان فيها الضوء، يقدر الانسان يخدم تماك بواحد 50 اورو في النهار في الزيتون، يعني كانت البلاد زوينه. الانسان ما نكذبوش على الله، كانت داك العام اللي دخلت فيها انا يقدر الانسان يعيش في اليونان وياكل الخبزه، ولكن من بعد كيبقيت مع شي دراري اون كونتاكت، اليونان ما بقاش فيها داكشي اللي كيعاود لكم دابا، مشى كلشي وقعت الفلاحه ولا تقليل داكشي، والايكونومي ديالهم ضربات، وراه اللي متبع الاخبار العالميه راه كيعرف هادشي. اليونان راه باعوا شحال من جزيره لالمان غير باش يخرجوا من الازمه الاقتصاديه اللي كانت صرات لهم في 2012 وفي 2014، ومازال اليوم من هذا حتى 2020. يا هذيك اخوتي، و
انا غادي واحد النهار كما قلت لكم كندور في هذه الصاله الحراميه وانا نسمع بحال ما هكذا سمعت ايوب. علاش؟ قبل ما نقول لكم هذه ديال ايوب كان العراقي سبقني، حيت هو قلت لكم انا كي دخلت لقيتو تما كان العراقي سبقني وخرج، وقبل ما يخرج قال لي شوف، قال لي انا ما عنديش تليفون راه غتلقاني غير في اتينا، قال لي الا جيتي لاتينا غتلقاني. وي هذيك انا قلت لكم كندور في اتينا وانا نسمع ايوب ونقول عرفت انا صوته هو عرفته، درت وكنقلب عليه غير هو فين هو يبان لي مال في الشارع. الهادي سميتو الهادي، الهادي الهادي هذا العراقي هذاك اللي قال لي اللي طاح لي بصفته بانه مهرب وكيعرف هاد الجوج عصابات اللي قلت لكم اللي موجودين في الجزيره اللي غادي نمشيو لها حنايا من ناحيه الطرف ديالو هو، حيت هو اللي كيعرفهم وهو اللي مدوز معاهم وكان كيخدم معاهم هاد الميدان هذا ديال التهريب الي بوك كي كان هو عايش في اوروب وكي كان صغير وكي كان كيطلع الناس من اليونان لاي دوله بغيتي، يقدر يجيبك من سوريا من العراق اعطيه غير الفلوس يطلعك. بحال دابا انت سوري تقول له انا باغي نطلع السويد يقول لك اعطيني 25 حجره 25 مليون مغربيه مثلا، يهزك من سوريا حتى للسويد. كانوا هما ورا الناس اللي مدوزه لاوروب، راه هادشي راه ما ماشي زعما كان بلا بلا ولا كنقول لكم انا راه زعما انا كنت مريح مع الاباطيره ولا مريح، راسي هذا هو عالم الغربه. كتلاقى مع جميع شي بحال الغابه، كتلاقى مع القروده، كتلاقى مع الضبوعه، كتلاقى مع السبوعه، كتلاقى مع الحنوشه، كتلاقى مع العقارب، كاين كلشي كما الغابه لاوروب كما الغابه، بالاخص هذيك اليونان خطر فيها واحد 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 الموفمون ديال التهريب وديال الحريق وديال التزوير وكذا. يعني ديك البلاد سخونه بزاف وفيها الريسك بزاف وتقدر تتلاقى مع اي واحد. يا ديك اخوتي عندنا لي كيفاش بخير هاني تخرج تيك توك دير خرج 3 ايام هذه، وراني كنت كندور في اتينا وراني طالق عيني باش تبان ليا وما راه ما بنتيش ليا، وسولت عليك شي عراقيين بانوا ليا في اتينا وسوريين قال لي ما كنعرفوش هذه وكذا. وقلت له شو سبحان الله حنا تلاقينا دابا مشينا ريحنا في القهوه شربنا قهوه كنهضروا كذا بخير كيفاش الدعوه وكذا هانين. قال لي هضرتي مع موالين الدار؟ قلت له هضرت مع موالين الدار. قلت له انت واش ندير فيها؟ واش قال لي اخوتي؟ قال لي دير راني كاريم واحد الدار كبيره وراني بخير وراني خدام وانا غادي نرجع لهاد الجبل هذا نعاود نخدم مع هاد صحابي هاد العصابات وكذا وراني بخير منتك غير كون هاني ونهار بغي نهار تبغي نمشي لطاليان نمشي انا وياك. قلت له كيفاش غنمشي انا وياك؟ قال لي نهار تبغي تمشي راه غادي نركبو في كاميو وشي واحد يسد علينا حنا نحلوه نركبو فيه هو يسد علينا ونمشي انا وياك. قلت له امتى غنمشي؟ قال لي اصبر انت راك معايا. ودابا هو قال لي انت راك معايا تسمى هو عارف راسو اش كيسوى وانا مازال سخون باغي نطلع باغي نهرب من ديك اليونان. وكيقول لي انت راك معايا على بالك شكون انا راه نطلعك هكذا. قلت له شوف انا ما طلعنيش هكذا، قلت له انا نطلع راسي ولكن باغي نمشي انا، انت صاحبي وتعاشرت معاك وكنعرفك. وقلت له ولكن وعدتيني خصك توفي بالوعد ديالك. قلت له انا ما باغي منك والو، وريني غير هاد المرصة فين جات ووريني غير هاد اللي كيتخلص من الحراقه، حيت انا جايكم الموضوع ديال المرسى، حيت المرسى راه ماشي يعني من هب ودب يدخل المرسى ويمشي للكاميوات يبدا يحل فيهم ويركب، ماشي هكذا خوتي. المرسى خوتي كما قلت لكم شادينها جوج عصابات، وهاد جوج عصابات هادو وحده سميتها بشتيوان، بشتيوان هو اسم ديال واحد الشخص رئيس العصابه سميتو بشتيوان، واحد سميتو علي مافيا، علي مافيا وبشتيوان. والدراري اللي دوزوا من 2006 حتى 2015 و16 ودازوا على هاد الطرقه اللي قلت لكم انا دزت منهم راه غيعرفوا هاد الناس، راه توريه الفيديو يقول لك هاد الناس كاينين وقدر هو جا معاهم. يا ديك اخوتي باش وحاكمين هاد المرسى، وهاد المرسى كيفاش؟ من هب ودب واللي بغى يدخل لهاد المرسى خاصو يخلص. كيفاش الخلاص؟ دابا انت بغيتي ما بغيتي يمشي يسدو عليك، بغيتي غير تخلص الضريبه ديال المرسى باش تدخل المرسى تريسكي على راسك تحرق على راسك ياك، انت تخشي راسك انت تسد على راسك انت
دبر راسك ما على بالوش هو باك خصك تخلص 250 اورو ولا بغيتيهم هما يطرقوا عليك يسدوا عليك الكاميو يعني يحلوا الكاميو ويركبوك ويسدوا عليك خصك تخلص 1000 اورو والايرانيين تماك والافغان كانوا الناس كيخلصوا ما كيتحاسبوش وحنا المغاربه وتزيليه راه حنا معروفين راه الشعب اللي كيبغي كلشي فابور وكلشي وماشي فينا تخرج العينين حنا سي الشعب هكذا حنا كنبغيو كلشي نديرو فابور ونخشيو راسنا وكذا هي هادي قلت له انا راه باغي نمشي قال لي يلا مرحبا بك في داري وكذا وباك يرحب بيا والو والله حتى تمشي وسير عندك صحابك قول لهم راني لقيت صاحبي اللي دوز معايا في السونتر تاع الوراء الحبس راه وقال لي جيت ريح معايا في الدار واحد الايامات راه ضايفني هي داكشي اللي درت مشيت عند صحابي قلت لهم سمحوا لي راه واحد السيد لقيت معاه كيوجهكم غادي يمشي حتى هو ريح مع واحد اليومين راه ضايفني ونمشي تمم لي الخير ضايفني كنخرجوا بالليل هو اللي كيخلص ما كيخلينيش بالتريال كيولي والله ما تخلص كي اي حاجه كيشري منها جوج يعني اي حاجه كيشري منها جوج والصراحه انا ما كنكروش خير انا غنقول لكم لي جيست اللي دار معايا والجيست اللي درت معاه انا وشنو شكون اللي دار فينا العيب دابا نتوما تسمعوا هادشي كامل وشوفوا شكون اللي دار فينا العيب حيت خونا هذا دار معايا مشكل كبير في الاخر اللي كان غيتسبب ليا في واحد الكارثه وهي ديك اخوتي راني مريح مع هذيك اليومين كدا سالات ديك اليومين رجعت عندك الدراري صحابي كرجعت عندك الدراري صحابي مريحين في العشيه في العشيه خرجنا انا وهاد الزهيري خارجين كندورو صاحبي اللي جا معايا من تركيا خارجين كندورو شو سبحان الله والدنيا شحال صغيره وانا نسمع عاوتاني ايوب درت كنلقى دوك المغاربه اللي قلت لكم من منطقه كتامه منطقه الحسيمه وكتامه هذوك الدراري المغاربه اللي تلاقاو معايا اللي شدوهم غاديين في البر وجابوهم لعندنا اللي كنت وعدتهم باللي انا غادي ندير لهم خيط مع المهرب ومع كذا ومع الحراق وندخلهم للطليان وكيدير ولاد بلادي بالحضن بالتعناق والبوسان وفرحهم ساكن كي شافوني وفرحت انا كي شفتهم حيت علاش انا ما معولش عليهم ولكن انا جيك هاد الخوت هادو اشنو انا ربحت حيت انا ضروري ربح اخوتي وانا راه ما عنديش انا ديك العقليه باش غنعيط لامي نقول لها صيفطي ليا راه ما عنديش راه نقدر ندير اي حاجه واخا نبقى بالجوع واخا ما عرفتش شنو يطرى ليا والانسان راه هذه الدنيا لازم تدوز في هادشي شي لا تسي في هادشي هذا عرف راسك راه كدير واحد الخبره وكتعيش به خير ولفتي بالجوع ولفتي كيما نقولوا بالبعد الوالدين ولفتي بالبياسه في الزنقه ولفتي بالصحير ولفتي كيما نقولوا تحدي راسك وكذا ماشي كتبقى حال فمك كتبقى ديما على الارض حيت الغربه كترد واخا كتكون تاع الارض كتزيد تردك على الارض وكتولي كتعطيك واحد النظره بعيده كتولي تفهمها في السما كما كنقولوا يا هذيك اخوتي طريح لا كيفاش قال لي اخويا ايوب تا هما الدراري لقيتهم سخان باغيين يمشيو قال لي اخويا ايوب راه باغي يمشي وما بغينش نبركو في الليونه الكحله وانت كتشوف الغبره المشاكل الشفاره هكذا هكذا قلت لهم تي انا راه ما كرهتش نمشي معاكم ولا كذا ورا وباش فرحوا قلت لهم راه تلاقيت مع العراقي وها كيفاش وها كيفاش وصافي راه كونوا هانين راه غدا نلاقيكم معاه نتخ خوتي عيطت للعراقي بالليل ديك الساعه كي تفارقت انا ودوك المغاربه ومشيت للدار مع دوك الدراري صحابي عيطت للعراقي قلت له تلاقيت مع دوك المغاربه وراه باغيين يخلصوا الفلوس وراه غادي باغيين نمشي وكذا قال لي صافي ماشي مشكل غدا نتلاقى معاكم غد لي تلاقينا في الريستوران مريحين كذا بخير قلت له هما ثلاثه المغاربه وهما كذا وكما قلت لكم الاثمنه ديال كل شخص اللي باغي يمشي للمرسى راه قلت لكم الاثمنه شحال دايره يعني هاد الدراري ما باغينش يخلصوا مليون قال لي خويا ايوب حنا نخلصوا 250 الواحد ونمشي نسيو براسنا قلت لهم صافي ما عندكمش كاع المشكل قلت لهم ولكن راكم خصكم تدبروا عليا انا قال لي الله يا ودي انت الاول صدقوا هاد الدراري مساكن ما نكذبش عليكم من عندهم جبدوا 200 اورو عطوها ليا شديت انا ديك ما حشمت ما والو علاش شافوني حتى انا راه واقف معاهم راجل شديت هذيك وراني مازال غادي نجيكم هاد 200 اورو شنو درت انا راه ماشي 200 اورو شديتها هكذا راه غادي نجيكم هذيك 200 اورو اش
كيفاش وقفت معاهم انا هذيك 200 اورو ما تسواش هذيك الوقفه اللي وقفت معاهم. ولكن هما راه رجال، خلي 200 اورو، حنا رجال في بلاد الغربه، راه نعطيك 200 اورو بحال نعطيك 1000 اورو. هي هذيك اخوتي صافي هضرنا، قلت له راه انت الدراري عندهم فلوس راه الامور واجده راه باغيين يمشيو. قال لي صافي ايوب ومعك انا خويا راه غنمشي ونصبحك لتماك وغنتسناك لتماك، وانا ما غاديش نوعد هذوك المغاربه وعدت داك العراقي صاحبي. قلت له انا ما غاديش نطلع للطاليان حتى يطلعوا هاد المغاربه هما الاولين، عاد غنطلع انا للطاليان وما نطلعش للطاليان واخا يطلعوا هاد المغاربه حتى نشوفك انت هنا في هذيك الجزيره كومينيزيا عاد غادي نطلع. قلت له عندك ما تجيش، حيت هو واش كيدير هذا الهادي هذا العراقي اللي تلاقيت معاه انا في الحبس؟ هو بالك في اثينا ونكونيكتي مع هاد الجوج، مع هاد علي مافيا، هو كيخدم مع علي مافيا ماشي مع بشتيوان، ولكن كيصيفط له العباد من اثينا للجزيره. يعني اي انسان بجا باغي يقلب على حراك كيقول له سير غتخلص هنايا وراه غادي تمشي تماك، راه بلاصتك كاينه ما كاينش اللي غيهضر معاك، دخل تسيي على راسك في المرسم الليل. يعني داكشي مكونيكتي وشبكة إجرامية كبيرة في التهريب وكذا، الدراري واعرين عراقيين واعرين في التهريب. يا هذيك أخوتي ونخليها لكم عاوتاني هنايا باش ما نزيدش نطول عليكم عاوتاني، كما قلنا ديما 20 دقيقة ولا 21، وهذيك هي نخليها لكم هنايا كي خلصنا الحراك وكي كل شيء. وإن شاء الله المرة الجاية راه غادي نهضر لكم مشينا للمرسى وكيفاش خوكم أيوب تسلك للطليان. ونتمنى اخوتي تزيدوا تبارطاجيو معنا الفيديو، وراه كنشكركم بزاف والله الا كنشكركم وكنحبكم في الليله والله والله، راه هادشي نهار انا نهار ولا كيعجبني صراحه. تزيدوا زيدوا بارطاجيو معنا، واللي ما مشاركش يتشارك اخوتي، راه اخر مره نقولها لكم راه ما باغين والو من هذا اليوتيوب هذا، راه باغي نشدوا الصون ونضحكوا ونناقشوا المواضيع ونعطيني نعطاك وتبادلوا الافكار، هادشي اللي كاين. ونخليكم اخوتي، السلام عليكم.